مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من نوستالجيا رجال الأعمال. النون نبل عظيم، والباء بسمة والد بمحياه الجميل، والياء يم زاخر بعطائه الكريم، واللام لين بخلقه وبوصفه نبيل. بهذه السطور اللي بتلخص اسم ضيفي وقصة نجاحه نبدأ حلقتنا لليوم. قصة ضيفي هي قصة نجاح فريدة من نوعها، قصة بدأت من بغداد وتواصلت عبر رحلة من العمل الشاق إلى الكويت، لندن، وصولاً إلى العاصمة الأردنية عمان. هي قصة طفل بدأ في عمر مبكر بإعداد الأصناف الغذائية مع والديه وبيعها في الأسواق التجارية في بغداد، فتعلم من تجارها وكبارها فن التفاوض والعمل، مستلهماً من نهر دجلة النقاء والسحر والحيوية. نحن نقف اليوم أمام رجل استطاع بناء إمبراطورية في الأصناف الغذائية. عم نحكي عن اسم تجاري كتير كبير وركيزة اقتصادية مهمة جداً في تاريخ الاقتصاد الأردني. أكثر من 200 صنف غذائي وصلت لعشرين دولة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وإحنا اليوم معانا رجل الأعمال والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل للصناعات الغذائية، السيد نبيل الرسام. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساك. أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم، يعطيكم العافية. أنا جدا سعيدة أنه قدرنا اليوم نعرف المشاهد الأردني والعربي اللي بتابع شاشة عمان تي في على قصة نبيل. نبيل يعني مين منا ما أكل برجر نبيل ولا ناجتس نبيل ولا سمبوسك نبيل؟ فاليوم عم نشوف السيد نبيل شخصياً. أنا بالنسبة لي شرف كتير كبير أني أحاورك وأكون في حضرتك. منتجات نبيل طيبة طيبة كثير يعني. أنا عرفت أنك بتحب الأكل كتير وهذا هو سر النجاح، بس راح نحكي عن القصة، نبدأها من الأول. من الأول. أنا بدأت البداية، أنا من عمري 12 سنة كنت بالمدرسة، كنت أجمع أقلام الدعاية وبيعها للطلاب. لزمتني المديرة، مساعدة المديرة اسمها أفسر الحيدري، أتذكر اسمها، فقلت لي ابني عيب تعمل هيك، أكبر وصير تاجر هسه، ما تسوي هالشي بعد المدرسة. قلت لها نعم ست. هاي كانت أول صفقة. أول صفقة هذه، وكنت أبيع الأقلام حلو يعني، بخدم بعشر فلوس كان ذاك الوقت. نعم. على كل ببغداد طبعا هذا الكلام. بعدين انا ماشي يعني، والدي كان عنده ماخذين تعهد في كانتين في كليه بغداد اللي هي كليه بس ثانويه، بس من الثانويات الراقيه جدا، دراسه بها باللغه الانجليزيه كلها. فكان هناك حوالي اكثر من 1500 طالب بالجامعه هذه، فانا كنت اروح العصر بعد ما اطلع من المدرسه أروح للكانتينة، بدي أقشر بيض وأقشر بطاطا، وبعض الأوقات أبيع حوالي 12 شباك كنت أبيع أنا البيبسي والكولا وهالأشياء هذولا والطلاب، فتعلمت يعني هالشغلات هذه. بلثنا هذه انتقلت من مدرسة السعدون يعني في منطقة بارك السعدون إلى الوزيرية، مدرسة نجيب باشا النموذجية. مدرسة نجيب باشا النموذجية شافتني المديرة، مو مساعدة المديرة ست ألين اسمها، وخلتني أبيع البارئ البيبسي والكولا والعصير المشكل للطلاب بالأوقات الفرص يعني بالاستراحة. فذاك الوقت شافوني ظهر يعني أحب هيك الأشياء، سهلة وشاطر بالبيع، فمشينا بهالأشياء هذه. بعدين بشت الأمور بالكانتين وماشي الأمور دروس. بالصيف والدي عندنا بيت وفي غرفة على صفحة فتحها سواها دكانة، فبالصيف وقت العطلة يجنحون يشتري غراض من الجبن كرافت ومربى وما أعرف إيه الشغلات وحاب وشوكليت وكذا للطلاب بالمحلة. والدي يعني ذاك الوقت كان عمري حوالي 14-15 سنة، عضته نحلة ظاهر كان عنده حساسية من عندها، فجسمه كله تورم والمحل يريد بضاعة. فأنا أخذت قوشر سلة كبيرة من الخوص مصنعة ورحت إلى منطقة الشورجة اللي هي منطقة الجملة، وأخذت بالباص باص رقم 6 ذكر رقمه، وصلت إلى منطقة باب المعظم، بعدين إلى الشورجة غير باص، سوقت 5-6 علب من هذه وستة من هذه وشكيلة ومن هذا، وابنك علاقتين أحمل بيهم عشان تساعد والدك وهو مريض بالضبط. فجبت للمحل ومشغلة هذه. بعد هالفترة هاي بالكانتين يا شغلة يعني تطول كثير، بس نختصرها. احنا رحنا والدي
في منطقة جديدة سمى مدينة المنصور، اشترى أرض هناك وبنى عليها محلات حوالي 12 محل واحد جنب الثاني، وخلفه سوانا بيت. هذا مركز للتسوق، هذا البيع، احنا سوبر ماركت. اوكي السوبر ماركت كان بي يعني من البندورة الى الساعة كل شيء فيه. فهالسوبر ماركت هذه والبيت هذا فكر والدي في وقت كان الايام حرب قناة السويس، كان يستوردون ايسين شوغر اسمه ايديل، هذا ايام العدوان الثلاثي على مصر بال 56. فانقطع هذا السكر مطلوب كان. فاول والدي يعني مو دارس هيك شيء بس عنده ابداع وفكر بهيك اشياء، يعني شو هو سكر مصحون كذا. فعندنا قريب عندنا يشتغل في بنك الرافدين قسم التصميم، فصممنا علبه تشابه البرايديل فسماها ايديل. هون خلينا نشرح للناس، يعني انتم انتقلتوا من تجار او اصحاب سوبر ماركت لمصنعين. بعدنا بعدنا بالسكر، السكر المطحون كبدايه حتى نبيعه بالسوبر ماركت عندنا، ونودي منها الى سوق الشورجه الى تاجر كان اسمه عيسى علي الثامر. نعم. نودي له المغلفه كله 12 باكيت بجيلاتين اوصل هي لهذا. طيب وبدي اتوقف هون مستر نبيل عند هاي النقطه. انت انولدت بكر ذكر على خمس اخوات. صحيح. وواضح من كلامك انك تحملت المسؤوليه في عمر مبكر جدا. نعم. يعني بزنس مان وانت عمرك 12 سنه وبتروح السوق وبتعمل وبتتفاوض و و بتحس انه يعني بتحس انه طفولتك انظلمت، تحس انه انت كبرت يعني قبل عمرك؟ بعض الاوقات يعني من الضغط والتعب اقول امي جبتي خمسه كان سويت يوم سته. بس الحمد لله يعني. الحمد لله. وبتقول يعني هاي الحياه علمتك كثير صح؟ وفهمتك. فصار عندنا بدينا يعني هيك شوي شوي بعمر صغير، فسوينا السكر نروح للسوق الجمله وبيعه، وراها الليمون الحامض انقطع صار موسم مش كويس بنفس هاي الفترة الخمسينات هذه. ففي محلات يبيعون قناني فاضية وغطى وما أعرف الأشياء هذه، وعندهم كونسنتريت، فكنا نجيب هذا الكونسنتريت نخلطه مع الماء ونعقمه شوية بهذا ونعبيه بالعذا ونحطه عليه ماركت منه ايديل. ايديل من جتي من برايديل. انتوا عم بتحاولوا يعني تبنوا على نجاح المنتج المستورد. هذا عندك برايديل، احنا ايديل مشت، السكر ماشي وهذا حطينا بها هذه. ولا بدنا نسوي خل ونسوي اشياء الاشياء الاخرى. وبعدين بعض الاوقات يقتل الغنم يكون يولد، فاكو حليب الغنم يكون طيب كثير. فكان يجي لبن من منطقه الشماليه من اربيل، يسمون لبن اربيل، يطلع مدخن. تمام. فكانت والدتي الله يرحمها هي تعمل هذا اللبن، تجيب خضر كبير فتجيب الحليب وتتغليه بحيث يحترق من جوا فيصير طعم التدخين به، ونعبيه بسطولة كل كيلو 4.5 كيلو. فكان بيعه بالسوبر ماركت من نهاية كثير من بغداد، كانوا يجي ياخذوا هذا اللبن ينبسطون به. كثير كثير بحب، انا رح اضل اوقف الرحلة عشانك بس ناخذ مشاعرك بكل جزء. كتير حلو كيف والدك ووالدتك كانوا عم بيتشاركوا، يعني أنا شفت صور بدنا نقول لك مبروك على هالكتاب الرائع. شكرا. نبيل الرسام. شكرا. قصة نجاح ورحلة عطاء. شفت صورة. نعم. كتير حبيتها الوالد. نعم. والوالدة يعني بمرحلة لاحقة رح نحكي عنها، بس بيتشاركوا. نعم. بيعملوا كبة موصلية. ما هم الأساس، سأحكي لك عليها بعدين، هاي قصة طويلة. كيف هم والدك ووالدتك كيف أثروا، شو تعلمت منهم؟ تعلمت كل شيء من عندهم. الوالدة هي هذه هي اللي علمتنا كل شيء، هي الأساس. والوالد كان المفكر وهي المنفذ، وإحنا أنا بالأخير أمتى يعني هل أتعلم من عندهم شوي شوي، شوي نبيع شوي كذا، انزل هون نعطي هون. أنا من عمري بعدين خلي أكمل لك على هاي الصناعة شلون بدأت يعني. أوكي. بعدين بالبيت عندنا حديقة سوينا بيها هنجر. هنجر هذا بدنا نسوي بيها التشكيلات، هذا الخل والليمون ونسوي معاها الكبيس الطرشي يعني. المخلل. فالمخلل كان يطلع ريحة، فالجيران كانوا يضوجون يضربون الجملون مالتنا كان من الأسبست، فيضربوه يكسروه، فاضطرينا أن ننقل. شدنا المصنع الصغير، رحنا إلى منطقة بشارع المطار، أجرنا لنا مشتمل هناك وعملنا لنا هذا. بهالأثناء بالسوبر ماركت إجانا شخص اسمه بشير الدبوني، كان يشتغل في وزارة الصناعة قسم تنمية وهيك أشياء. نعم. فقال ليش ما تجون تقدمون، شاف ده ننتج كم شغلة بسيطة يعني.
تعالوا قدموا طلب وشوفوا حتى تسووا مصنع وكذا وتاخذوا الرخصة وتاخذوا كذا. عجبني. انت انا اروح المدرسة واطلع من المدرسة اروح عند الدائرة اقدم معاملات واشياء هذه. الى ان ما بعد ما جالي راد لكم 30,000 دينار. ما عندنا 30,000 دينار، مين يجيب 30,000 دينار؟ بعدين واحد اللي كنا نشتري من عنده القناني والكذا صار ثقة بيناتنا، داينا 30,000 دينار. فداينا اياها الرجل هذا، فخليناها بس بالبنك، نخليه على اساس عندنا رصيد بالبنك 30,000 دينار حتى يقدرون يمنحونا رخصة. فيجون على الرخصة حتى يباعون، شفتوا مكاين، جبنا قدر، حطينا الفرن تحته، في خلاطة يدوية تخلط تسوي كذا، ما فادت. فأتذكر واحد من دول اللي يساعدونا قال عمي روح لك خلاطة ما سمنت وخليها تنطيك رخصة. جيب أي شيء بس فرجيهم إنه في مكان. يمزح يعني. على كل وراء هذه مشت الأمورات دبرناها ومشت الأمورات وكبرنا، صار مع هذا محل صغير، انتقلنا المنطقة الجادرية، أخذنا السوق كامل داخلي. هذا السوق هذا اشتغلنا به كميات كويسة. فقمنا هون الوضع ماله هم بدأ عندنا عمل جيد يعني. أنا ذاك الوقت يعني كنت صار عمري حوالي 18 سنة. نعم. أخذت رخصة السياقة، أرجع من المدرسة أروح لهذا أشوف والدتي كنت بشتغلة وعندها 5 عمال معاها، واحد من اسمه قاسم. كانت البداية 5 عمال. طبعاً. فتشتغل هناك تحضر وأروح أنا أبيع هالمحلات، وأروح المحلات أقول لهم يا عمي أجيب بدي صندوق وأشيله عندي هذه 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 هذه، يقول لي أوقف أوقف. بعدين يقول لي يا عمي خلصت، يقول والله شفنا رزق عليك، خليك خليك يا عمي عندي غلط ده أبيعها. لا هلأ كل الناس بتحكي عنك إنه أنت البركة. مستر نبيل، مشينا هالشكل، المعمل هم صار صغير، رحنا اشترينا أرض بنينا بيها طابق أرضي معمل كامل، وفوقها سوينا بيت لنا. فصار عندنا بيت ويمو بيت صغير. فأنا تجوزت فوق المصنع، فعندي شقة صغيرة وأهلي أهلي موجودين هون يعني. نعم. هم المعمل صار يعني مشت الأمورات، جبنا ماكينات الأشياء هذه، هم ضاق بينا، رجعنا أخذنا الأرض الجنبنا، توسعت أرض الجنبنا، صار عندنا أرضين، سويناها 3 طوابق وخليناه يعني يتحمل الخزن مال السكر ومال الطحين، لأن كنا ننتج كيك باودر وكاسترد ووبين كريم وآيس كريم وهالأشياء، هاي الباودرات كلها تحتاج إلى مخازن وتتحمل ثقل يعني. فبنينا بناية تتحمل كل طابق من عدا 500 طن وعليها مصعد. لسه الاسم التجاري كان ايديل ايديل على حدنا. هل اثناء هذه طلع بذاك الوقت من الحكومه طلعوا قرار ممنوع اسامي اجنبيه، نعم لازم تصير اسامي عربيه. فجينا على الاسامي العربيه، شو قال لي مشابه موجود مشابه موجود، قالوا خلي سمي نبيل، قالوا مشت بس وصار نبيل. فايديل تغير الى نبيل. كان اقتراح من والدك والدتك ولا منك؟ من ما اعرف ما اتذكر يعني، كلتنا كلكم مع بعض. مع بعض نبيل. نعم اشتغلنا بذاك الوقت ومشت الأمورات وراها، وصلنا صار كويس، مبيعاتنا كويسة، اسمنا كويس، كنا نتنافس مع شركة ثانية هم ناس محترمين دار الخضيري كويسين كثير، ومشت الأمور. اشترينا بعدين أرض 25,000 متر مربع وبنينا بيها مصنع مساحته 17,500 متر مربع. ما شاء الله كله لحد الآن موجود المصنع، هو بس مسكر يعني بالظروف هذه. وجبنا بيه مكينات أخير تكنولوجيا بعد ما كانت الوالدة كل شيء بيديها تشتغل. نعم. وكنا أول مكينة سويناها يعني كان شرينا الجير بوكس من السكراب والبودي حتى نسوي خلاطة كانت تخلط 30 كيلو تخلط. نعم. لا فهاي من هون وسوينا البدي في شركة فاير كين كان اسمها اللي تسوي جيزرات، لفونا قطعة ستيل يعني رتبناها مع واحد مهندس شطول عندهم تشطول خلاطة تسوي كل 30 كيلو جلو أو كاستر تخلط فيها. نعم. الشغلات هذه وبأشكل. بعدين جبنا معبئة من 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 إنجلترا من شركة اسمها أرانكو، وصلت المعبئة مكسورة، فالتأمين حتى يدفعنا الذكر كان 550 دينار حقها. تمام. حتى هذا جابه المنافس مالتنا كان اسمه شركة نادر، واحد والله يرحمه مدحت الخضيري إنسان فاضل، جابوه على أساس هو يقيم هذا، همين طويل كثير. فأنا أمشي ويا أبوي أمشي، قال لي ما تقول لي منو نبيل، قلت له أنا، فأسوي لي إيش قال. مش عارف إنه التجارة ما إلها دخل بي طول القامة أو قصرها، إحنا بنحكي بالمخ. الحمد لله وصلنا ننتج بالمصنع الجديد كله يعني ماكينات فول أوتوماتيك بطاقات 80,000
قطعة مادة غذائية بالساعة، 80,000 قطعة مادة غذائية بالساعة، وحدة غذائية بالساعة، العصائر من المربيات، من الكاستر، من الجلي، من الطحينة، أشكال يعني. وهون عم نحكي مستنبين، ما عداها المصنع نفسه كان يصنع كل مواد التغليف، نصنع من علب البلاستيك، يعني عندنا مكينات بلوم هولدينج، عندنا مكينات انجكشن، نصنع الأغطية، نصنع العبوات، القناني والعلب والشغلات، نعلب بها منتجاتنا. تمام، أفك تشتغلوا شغل بعد زائدا بهذا المصنع كان إنه نفكر به على أساس ببعد اقتصادي، بعد ظروف لو صارت على البلد كيف يقدر يستمر. فجبت خطوط إنه نقدر نستهلك البرتقال المحلي والزبيب المحلي والبومكن المحلي والأشياء الفواكه المحلية بحيث ننتج من عندها مربيات وعصائر والخضروات، من عندها الكبيس والأشياء هاي كلها الأشياء هذه. نعم. فالحمد لله يعني مشينا وربنا ساعد، حقيقة ربنا ساعد. وبعدين التكاتف بين الموجودين العمال والموظفين، وهي بركة الوالدة والوالد، هم الأساس يعني، هم الأساس حقيقة. احنا وياهم كنا، وهي كانت الوالدة تشتغل يعني بالمصنع، مرة من المرات كان بيتنا فوق المصنع، ما حكيت لك، في بنت دايدون أهلها جوزوها تشتغل عندنا بالبيت، فما تريد قبل تتجوز واحد ما أعرف يعني من مو قرايبها، ما أعرف زوج أمها يعني بها اللغوة. طالعة هي حرقت نفسها ونازلة، والدتي طلعت شابتها تحترق من وراها عدة سكر. هيك شغلات يعني. إن شاء الله هذا الوضع يعني في العراق يعني. تنقلنا حوالي 5 مرات أو 6 مرات، وبدأ بداية بسيطة جدا، اقترضنا 30,000 دينار من هذا المصنع الآخر، كلف حوالي 11 مليون دينار. نتمنى أنه أنا بعرف أنه هذا المصنع كان فيه معدات بـ 11 مليون دولار، وهو لليوم موجود، ولكنه يعني بسبب الحرب التي لا تجلب سوى الدمار، ولكن إن شاء الله بيرجع له أيام فرح أكثر وأكثر. إحنا رح نتابع حديثنا معك ونوصل لمراحل مختلفة، ولكن عنا أول فاصل إعلاني ورح نرجع لنتابع حلقتنا لليوم مع المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل للصناعات الغذائية السيد نبيل الرسام بعد الفاصل. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع رجل الأعمال السيد نبيل الرسام، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل للصناعات الغذائية. ووصلنا هلأ لعام 1985، انتقلت الأعمال من العراق إلى الكويت، ولكن ما قعدتوا كتير بالكويت. هو صحيح، وليش انتقلنا احنا للكويت؟ انه كان في ضغط في حرب العراق مع طبعاً. إيران، فمسكوني حتى ودوني إلى الجبهة أروح، فأنا ردوني إلى قاطع، فقدرت أوصل إلى رئيس القاطع، عند حكيت له يا سيدي أنا عندي مصنع وعندي 37 عامل يشتغل بالجبهة هم، وإحنا لازم ندفع رواتبهم ونعيشهم. نعم. والحرب هي مو بس بالعضلات، في عضلات وفي عقل يعني، فخلونا نشتغل يعني. فرجل كان عميد طب الأسنان في العراق اسمه دكتور تحسين معلا أتذكر، فقال له خلاص خليه يروح، شو محتاجين؟ قال له محتاجين هنجر، قال لي سوي لهم الهنجر وروح يا عم اشتغل وسوي الحرب. بعدين عن طريق جماعات حاولنا نطلع، ما عاقص أساس أنت صناعي كويس وما ماشي تطلع وكذا، بعدين توسطنا حقيقة ودبرونا موافقة رسمية وطلعت الكويت حتى نسوي مشروع، حتى نمشي الأمورات لحين ما تخلص الحرب وندعم بالعراق المصنع مالنا بمواد أولية وأشياء. نعم. بالكويت صارت اشتغلنا الحمد لله ونجحنا نجاح باهر، وعين كنت بيدي أنا أتابع الأمور، حتى كنت أسوي باب مركز السلطان كان فاتح ذاك جديد وعليه رغبة كثير، منقلة ومعاي 2 ولاد بيشترون، نسوي ساندويجات كباب ونبيعها بربع دينار، فكانوا يشتروها هم يطبخون الكباب هم كذا، بحيث السائق مالي يقول لي أستاذ أنت شو دا تسوي؟ شو دا تسوي؟ دا يشتغل ما دا تسوي شيء، ما قبل على نفسه يعني أنا جاهز. نعم. بالعكس أنا فرحان ومبسوط ولازم ننجح ولازم نصير يعني. حلو. كيف قدرت يعني كيف قدرت تترك مصنع في معدات 11 مليون دولار ورجعت بديت نوعا ما من الصفر؟ في شركة قبرصية اسمها كوفاس، المدير مبيعات مالهم جاء الكويت وقال أنت شو سويت؟ أنا حتخبل. حجين أنا حجين. كيف تترك وتمشي هذا؟ قلت له إن شاء الله خير، إن شاء الله نسوي أحسن من هذا. حلو هذا الطموح. هيك يعني. فصارت بعدين استغلنا الحمد لله كويس ونجحنا نجاح كويس، كان عندنا مستقبل كبير، بس صار منافسة حقيقة مو صحيحة وصار لنا مشاكل، فإن أحسن شيء نترك ونجي للأردن
فجينا الأردن، كان عندي شريك ابن عمنا اسمه حسام رسام، فصديقه السيد عدنان التلهوني، واستر مع معالي رئيس الوزراء بهجة التلهوني انه يساعدونا حتى. فبيوم واحد والله رحنا المدينة الصناعية، اعطونا 500 متر واجرناها هناك وسوينا الرخصة، وجبنا شخص مهندس كان يفهم اسمه نبيل سروجي، اعطيناه مبلغ حتى يسوي المواصفات وهذا حتى ننقل من الكويت لهون، سواها الرجل وكمل ونقلنا. هذا مستر نبيل عام 1988 بالضبط. وقرأت أيضا بكتابك بأنه المبيعات بالأشهر الأولى لمنتجات نبيل كانت ضعيفة بالسوق الأردني، بالشهر 25,000 دينار، بالشهر 25,000 دينار بمصنع مساحته 500 متر مربع بالضبط. فما يعني شو عملتوا؟ بدنا نعمل نسوي تيستينج تذوق، فبدينا أول شيء عم تذوق، وبعدين رحنا مركز كان سيفوي فاتح جديد وكذا، فأخذنا موافقة ورحنا بالسيف نجرب الناس. فضلوا يا أستاذ، جاءنا واحد رجل صدفة، والله جاءنا ناس كثير كانوا يحبون يتفرجون يذوقون، بس جاءنا شخص كبير قال له يا فضل يا أستاذ هاي أكلات جاهزة، تريحك تريح زوجتك، توفر عليكم وقت، باوع بينا. قلت الناس ما تستحوا، جايين تخربون النساء، انا تجوزت التجريك الجاهز كم تخلوا النسوان بالاردن ما تطبخ بس هو معك حق، تحدي كبير لشعب مثلا متعود على الطبخ والمنسف والاكل، فانت جاي له باكلات سهله التحضير سريعه التحضير. في شخص حب بمناسبه هاي الحلقه، انا بعرف انه هو شخص صديق وبيعرفك من سنوات طويله وبتجمعكم علاقه طيبه جدا، حب بمناسبه هاي الحلقه يقدم لك هاي الرساله. خلينا نشوف مين وشو حب يحكي اليوم ل مستر نبيل الرسام. نبيل يعني الحقيقة احنا كغرفة صناعة بنعتز ونفتخر في رجل أعمال بهذا الحجم، بهذا الخلق الحقيقة، وتعامله من أنا عرفته الحقيقة يمتاز بهذه الصفات المحترمة. بعد ما دخلت أنا غرفة الصناعة وبعد ما صرنا في إدارة غرفة الصناعة الحقيقة زاد هذا التواصل، وإحنا على تواصل مستمر بجوز بكل الأحداث اللي بتصير ما بين الصناعيين كهي عامة وبين غرفة الصناعة. نبيل من الرجال العصاميين الحقيقة، أخوي نبيل الرسام رسخ هاي الصناعة وأبرزها وحقق ذاته بشكل كثير كبير. بدايات الأخ نبيل وأنا بعرف تاريخهم بيمتد من 45 في بغداد، وبمصنع بسيط وتطور وصار لوصل لهذا الحجم اللي إحنا اليوم نعتز ونفتخر فيه. نبيل رسام رغم حجمه بهذا الاستثمار استمر بتواضعه وبأدبه وبقيادته المحترمة وأنا بعرف كثير من اللي بيعملوا مع نبيل الرسام بيحترموه وبيحبوه لأنه رجل عصامي، وتعرف معظم الناس اللي بيبدأ من الصفر تقريبا بيظل يمتاز بهاي الصفات الأديبة المحترمة المتواضعة. إحنا في غرفة الصناعة الحقيقة بنقدر هاي النوعية من الإخوان المستثمرين. اليوم شركة نبيل صحيح مجوز من الموردين لكبرى الشركات المطاعم العالمية الحقيقة في المنطقة، وللأمانة هذا القطاع ازدهر، وأعتقد أنه أخوي نبيل ساهم في ازدهار هذا القطاع، و لأنه بيمتاز في جودة عالية وحذوة معظم المصانعنا اليوم. اليوم الأردن متقدم جدا بهذا القطاع. نبيل من الناس اللي عمل اسم للصناعة، يعني ساهم في عمل اسم للصناعة الأردنية، احنا بنفتخر وبنعتز الحقيقة مرة أخرى في نبيل. نبيل أنا بتربطنا في علاقة شخصية محترمة، ويعني بهاي الدماثة تبعه اللي معروف فيها. صحيح أقوى أسلوب في القيادة هو المحبة، فأنا من معرفتي في نبيل أعتقد أنه بدير من دونه بهذا الأسلوب. أولا هو قدوة بوعيه وإدراكه وفهمه بقطاعه،
وعلى القائد دائما يكون يعي تماما طبيعة شغله وفنيات شغله، ويضاف له الخلق، لأنه أنت اليوم لما بتحترم الناس وبتكون هو قائدهم فبيبادلوك هذا الحب، فبصير هاي الإطاعة وبصير هاي الإدارة الرائعة. أنا أعتقد أنه نبيل بدير مصالحه بهاي الطريقة، بهاي الأخلاقية الحقيقة. نبيل وين ما تلاقيه، وين ما تصدفه في 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 معارض خارج الأردن داخل الأردن، هو نفس نبيل اللي الإنسان البسيط المهذب اللي ما في لحظة، وانت عارف هاي يعني مرات النجاح أحيانا بيولد هيك شوية شوفة حال نبيل مش عنده من مرة، وهاي أنا باعتقادي يعني نعمة من رب العالمين بأنك توصل هذا القمة من النجاح وتظلك محافظ على هذا التواضع وهذا الأدب. أنا بحيي نبيل الحقيقة وبشكره على كل اللي عمله صحيح في مساهمته في الاقتصادنا الأردني، وهو طبعا بكل تأكيد هو من أهل الدار، هو أبدا من أهل الدار. كل الشكر للسيد فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، كلام من القلب. يعني حقيقة جسمي بدأ يختض هيك من الكلمات الحلوة اللي عرف سمعها عني وحكى لي إياها، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه ويزم دخل للأردن. واحنا يعني انا بضم صوتي لصوته للسيد فتحي وجه له تحيه. انا اعتبره له نوع من التقييم، يزيدني طموح اكثر بعد حقيقه ان شاء الله. وهي شهاده كل اللي اشتغل معك واللي بيعرفك قد ايه انت دائما ثقافتك هي ثقافه المحبه، وان شاء الله هالمحبه بتضل هيك عم تتوزع اكثر واكثر على كل اللي بيعرفوك واللي بيشتغلوا معك. عندي قاعده اللي يشتغل معايا لازم يعيش، يعني يشتغل كويس يروح البيت ويعيش مع عائلته مرتاح، يرجع ثاني يوم ينتج منتج مرتاح، حتى يطلع المنتج مرتاح الكل نرتاح بعدين ونفرح 100%. يعني هذا هو الحقيقة. الكل اللي بيشتغلوا معي عندي عمال وموظفين بال 33 سنة و30 سنة و15 سنة و20 سنة لحد الان موجودين، يعني اغلبهم يعني طبعا، وهذا دلالة على راحة يعني الموظف، وهذول كلهم في ولادي واخوتي يعني اكيد. الله يخليكم لبعض. احنا رح نتابع حديثنا مع السيد نبيل الرسام، ولكن عنا فاصل جديد، ابقوا معنا. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع رجل الأعمال والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل للصناعات الغذائية السيد نبيل الرسام. وصلنا هلأ للفقرة اللي بدنا نحكي فيها بعد ما ثبتت أقدامك الصناعية في الأسواق الأردنية، والمتذوق الأردني والمواطن الأردني حب المستهلك. بدي أذكر بعض الحقائق عشان الشباب الصغار اللي هلأ هيك عم بيتابعونا. البداية كانت بمصنع 500 متر مربع و27 عامل، اليوم احنا عم نحكي عن مصانع بمساحة 35 ألف متر مربع و850 عامل وعاملة أردنية. هذه صارت مو بسنة وبسنتين، 500 متر ظلينا بها سنتين وصار عندنا حركة عمل، يعني شوي شوي بدينا نمشي. فكان معمل ضيق، أخذنا معمل ثاني 2500 متر مربع، تمام، رتبناه وسويناه ضمن المواصفات المطلوبة وبدينا نشتغل فيه، وجبنا شوية ماكينات وماشي الأمور علينا. بدينا ندخل بالسوق أكثر بعد أكثر، بعد ما ضفنا خط الدجاج مع اللحم وطلع الدجاج مرغوب هون، يحبون كثير الدجاج على منتجات الدجاج. نعم. وخلال حوالي 10 سنوات هيك شيء صار هم ضيق، رحنا اشترينا مصنع على 3500 متر يبعد عنا حوالي يعني 5 دقائق. تمام. اشترينا هذا المصنع ورتبناه وسويناه ومشت الأمور ومشينا الوضع جيد، وضفنا بعد ماكينات عليه وماشي الأمور مالتنا. بعدين هون ضايقنا كمان، اشترينا جيران، أخذنا من الجيران مصنع ثاني وبنيناه 3 طوابق. أتذكر كنا نشتغل بالمعمل ال 2500 متر واحنا بدنا نحفر بال 3500 المحوله مال الكهرباء الكبيره، هيك صندوق كبير كله بقطع 3 فيس من الكبار،
معلقة بحبال والهواء يوديها ويجيها وإحنا شغالين. مشت الأمورات هيك وخلص المعمل. نعم. صارت للطوابق. إيش أكثر منتج أردني أو أول منتج من منتجات نبيل مشي بالأسواق الأردنية يعني من البدايات؟ الدجاج والبرجرات. برجر نبيل. والكبب تعلموا عليها بعدين. الكبب بها قصة. هذه كان عراقيين كثير موجودين بالأردن. نعم. فكان يقعدنا كبة حامض نسميها وكبة رز، هذه يستهلكوها العراقيين كثير، فكنا نعرف عدد العراقيين موجودين من استهلاكهم الكبة الحامض. تعملوا على قد العراقيين. نعم، يصير طلب كثير معناتها موجود عراقيين، من تقل معناتها العراقيين سافروا. فأنواع يعني الكبة بدينا بيها ومشت. سوينا إعلانات كثير حقيقة بالشغلات المنتجات بعض الأوقات، وكانت الإعلان ناجح كثير، حتى الجرائد كتبوا عليه، وبالنتيجة المنتج ما انباع بس الناس كلها تحكي به، حتى الجرائد كتبت عليه. طلعت شو يحكون؟ هاي البنت بتمين، كانت البنت صغيرة عمرها 12 سنة، كلش حلوة، بنت مين وما بنت مين، راح الشغل كله على البنت ومركزين المنتج. أنا بحب السلوغن اللي استعملتوه بإحدى السنوات، نبيل ولا يهمك. نبيل يعني مكان. أنا بحب هذا الشعار. هيك كانت يلا غلي لنبيل بذاك الوقت وعاد. خلينا نحكي للناس شغلة حلوة كتير. نعم. وخصوصا للسيدات اللي عم بتابعونا. نعم. اليوم اللي احنا ما عم نعرفه عن العلامة التجارية نبيل بانها تدار من كل افراد العائلة، يعني السيد نبيل الرسام هو قائد هذه المجموعة، ولكن شقيقته فيفيان هي مديرة الإنتاج، بنته البكر فرح هي مسؤولة على جانب التسويق، الابنة هبة مسؤولة عن الجانب الإداري، حلا مسؤولة عن التصدير، سارة مسؤولة عن المعارض والحسابات. تؤمن بالمرأة؟ أكيد أنا أؤمن 100% بالمرأة، ودائما صدقيني أشعر أنه هي كثير أدق وأحسن من الرجل بالعمل، يعني شغله يطلع دقيق كثير. زقفوه لمستر نبيل. ايوه يزعلون عليه الرجال، بس هاي الحقيقه. هاي الحقيقه. عمرك هيك مستر نبيل، بدي اسالك سؤال شخصي، عمرك تمنيت لو كان عندك ولد من مفهوم الثقافه العربيه؟ البنات اللي عندي يسوون 1000 ولد. الله يخلي لك اياهم، خلي لك احفادك كمان. في امراه، نعم أنا بعرف غلاوتها عندك، وهي يعني شريكة المشوار ورفيقة الدرب وكانت معك على الحلوة والمرة. اليوم مدام نادية زوجتك وأم بناتك حبت بمناسبة هاي الحلقة تترك لك هالرسالة، خلينا نشوف مع بعض. شغلك منك كويسة. لا كويسة كويسة، أصمك بالعلالي. البداية طبعاً إحنا كنا زملاء بالجامعة وكنا بنفس الفصل، فتعرفنا على بعض، بس ظلينا علاقة زمالة لحد ما تخرجنا. بعد ما تخرجنا حب انه يتقدم لي، فصار النصيب يعني. هو حبك قبل؟ هو حبني قبل اتوقع، بس هذا خدوه منه مش مني. نتأكد منه هو من المعلومة. نبيل رائع، ونبيل طيب، ونبيل حنون، بيحب كتير، بيساعد كتير، وبنفس الوقت ما عنده يأس، دائما عنده طموح، دائما سريع، دائما يعني معليش هذه ما مشيت في غير اللي بتمشي، فهذه بالنسبة له كان دائما طموح، حتى لو حاس انه لا هو مش راح يقدر يكمل، امي لا بدي اكمل، بدي اتعب، بدي اعمل، انا بقدر اعمل، واثق من حاله، يعني مش انه رجل عادي، يعني كتير من الناس يأسوا، اما هو عمره ما يأس، ساعات نوصل إلى مراحل هو ما يأس، عمره بيفكر أشياء جديدة، بيفكر إشي حلو، بيفكر إشي يخدم فيه الكاستمرز، الإشي هذه، بس عمره ما يأس. أول إشي يحب الأطفال لسه أكثر مني،
يعني بشوف بأحفادي يعني كتير 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 بيحب الأولاد بطريقة مش معقولة. يعني لما اجتنا أول بنت فرح، أنا كنت موظفة في بنك العقاري بالعراق، فأنا كنت بروح للوظيفة وإشي، هو دوامه حر، فساعات بيظل بيعتني فيها ويدللها وهيك إشي، يعني كان دائما ما بيقدر يتركها. فكتير كتير حنون الأطفال. يعني إجتنا بنتنا الثانية هيبة كمان نفس الإشي. يعني هلا اللي عم بشوفه إنه الأحفاد إذا كل يوم ما بيحكي معاهم ويسلم عليهم ما ممكن. الصراحة أنا ما كنت متخيلة وكنت متوقعة يعني حياة زوجية عادية جدا جدا. فالطموح يعني أنا إنسانة هادئة كتير، فالطموح اللي عنده هو اللي خلاني أتحرك. يعني لما يتحرك بتحرك وراه، لما هادي فهو اللي شجعني أنه أستمر معاه بطموحه يعني، ويحكي لي المواضيع، وهو يعني حتى ما بتقدر تقولي له لا بيكفي وإشي، ما بتقدري، ما ممكن، ما بيسمعك يعني نهائيا. دائما هو زي اللي واحد بيسوق سيارة وحاط إجري على البنزين بس. المعارض دائما نبيل لما يروح المعارض أنا بشاركه، بيحب إنه نكون موجودين. ساعات لما البنات كبروا كمان هم صاروا يشاركونا ويساعدوا كمان. المعارض بالنسبة له إشي مقدس، يعني بيروح مثلا نروح نشوف، هو أهم إشي عنده المكان، إنه لازم يعطي الأحسن للكاستمر. فأي إشي بيثبت بالمكائن إنه هي راح تعمل إشي أحسن بفضلها. يعني ساعات إحنا بنتناقش، بقول له البجت تبعنا هالقد، أوكي بنروح نشوف المكائن، في التوب وفي الوسط وفي الأقل، فنتفق أنا وهو إنه خلاص يعني بده ياخذ الوسط حسب اللي نقدر حاجتنا وشي، ونمشي. واتفقنا على هذا الموضوع. بلاقي بعد شوي بيقول لي انا عملت شيك هاند. شيك هاند ايش يعني؟ بيقول لي اتفقت معهم واشتريت. قلت له ممتاز زي ما حكينا. قال لي لا بس النوعيه، لانه هذه بتخدم مش المستهلكين أكثر وبطلع الإنتاج أروع. فبالنسبة له يضغط على حاله بس حتى يطلع في إنتاج حلو ومرتب. وهذا ساعات طبعاً بطبخ أنا، بس طبعاً بفكر إنه نبيل لما يأكل إيش رأيه بالموضوع. فقبل ما أحط على الطاولة الأكل بنادي للمطبخ، بقول له دوق وقول لي إيش بتحب أزيد ولا يعني أرتب. لازم يدوق، لازم يدوق. أما إذا عندي ضيوف مثلاً وعاملة عدة أصناف، ما بحط الأكل على الطاولة إلا بيدوق كل إشي، لأنه ما بعرف أنتو حاسة الدوق غريبة. وبيعرف طعم الدوق، بيعرف فظيع. هو ساعات بيطبخ يعني بيحب يطبخ. الحياة ممتعة معه، مريحة، وبقدر أحط 3-4 خطوط تحت مريحة، لأنه اللي يعيش معه ما بيحب يكون يشوف، يعني اللي يعيش معه بيكون دائما مرتاح. لو شاف أي قلق أو ما بيشوف إنك قلقانة أو إشي بيتضايق كتير. فدائما بيحب انه اللي حواليه كلهم، حتى بناته حتى اصحابه، يعني بيدخل في عمق الروح يشوف اذا انت مرتاحة ولا لا. هذا اللي هادي. فنشكر ربنا عليه، ونشكر ربنا على المصنع، ونشكر ربنا على كل اشي اعطانا اياه. كل
كل الشكر لمدام نادية فتوحي الرسام، زوجة السيد نبيل الرسام. وأنا بقول يعني بعد زواج استمر أكثر من 50 سنة، 53 سنة، تحكي عنك هالحكي معناته أنت زوج وأب عظيم. الله يخليك. شكرا. والله يخليكم لبعض. والله ما عندي كلمات اللي تشكرها على الشيء اللي تفضلت فيه، يعني حقيقة كثير سعيد وفرحان، وإن شاء الله نقدر أقوم فيه أكثر بعد إن شاء الله يا رب. والله يخليكم لبعض. أنا بعدين بدي أقول لمدام نادية بأنه هديك المرة لما شفتها أنا قلت لك إنه ما شاء الله شو هالمدام الحلوة، أنت قلت لي إيه شفتي شون كيكة؟ صحيح. صح كيكة بالعراقي يعني حلوة. الله يخليكم لبعض. شكرا. حكت على موضوع التذوق أنت من وأنت صغير بتحب الأكل وبتعرف طعم التمك؟ نعم كثير عندي حاسة بالذوق والشم، يعني إذا أكل استوى بنشم أعرف هذا استوى الأكل بالمبصار خلاص شوفوه. وأنت بالنسبة لك هذا كان جزء أساسي من رحلة نبيل، إنه أنت بتحب المنتجات الغذائية؟ أنا أحبها وبنت معايا متعشقها، يعني صار عشق بيننا وبين المنتج، يعني هذا اللي صار. بعدين أنا ما أقبل يعني بعض الأوقات أروح ضيوف عند أحد وبعض الأكلات ما تعجبني، مثلا ما طيبة تطلع انا احكي تقول انت شو عليك ليش تحكي انت شو هلا ما اقدر لازم اقول شو الغلط اللي فيها عشان يصححوا شيء انت ما شعلي ولا ما اقدر احكي انا احكي لازم لازم احكي يعني على قد ما بهالرحله اللي بدت من عام 1945 واحنا اليوم ما شاء الله بال 2024 رحله طويله ولكن كان فيها اكيد تحديات وصعاب وفي حادثة مؤلمة صارت معكم وهي حريق المصنع. حريق المصنع حقيقة أثر بينا كثير 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 بأوج طلوعنا وبداية أحد الشركات الكبار المستثمرين الكبار كانوا مشاركين معنا بالبداية. نعم. وأنا كنت أتذكر الحريق النار كل المعمل يلتهب من فوق، أنا واقفين أنا ونادية بالسيارة بعيدين هيك بالزاوية وأبكي أبكي أبكي ما بدون شعوري يعني ما أبكي شو أسوي يعني. وظل حوالي الصبح إلى طفور هذا طابق كامل كله كان جديد عاملي للكولكات كله احترق يعني، بس الحمد لله يعني عوضتنا شركة التأمين بالموضوع هذا، التأمين الشرق العربي كانوا كويسين. نعم. وعطونا مبلغ لسد تقريبا أكثر الحاجيات يعني. أنت بالعادة لما تجري الرياح عكس ما تشتهي قديش بياخدك وقت لتخلص من شعور، لأنه أكيد لما شفت المصنع أمامك حزنت تعبت ما بياخدك وقت. think positive على طول، وإحنا زي في القطار لازم نكمل خلاص سكة قدامنا هذا نصلحها ونمشي، ما أي وقوفي أديكي ما تقدرين تخافين. أنت عندك زباين عندك أفكار عندك مواد عندك كذا، هاي وقفة نسوي غيرها. وحقيقة أنا أشكر المصانع اللي يعني شافوا اللي صار اللي عندنا، حقيقة أغلبهم خابروني نبيل أي شيء تحتاجه يا مصانعنا قدامك تعال أنت تعال. دول من الشركات تعال المنافسة. بس إحنا حب بيناتنا حقيقة كلتهم حب بيناتنا يعني. وقرأت شغلة كمان بكتابك حكيتها عن موضوع الحريق، قلت إنه اللي برد على قلبك هو العمال والموظفين اللي كلهم معانا بيحموا هالمصنع كأنه مصنعهم. أكيد كلهم معانا وكلهم يعني وقفوا. أنا مع المصنع، أنا بالنسبة لي تشوفيني بالمكتب عندي ما أقعد ترى إلا إذا جينا ضيف أو أحد، أنا ألف على المكاتب كلها، أقعد مع الحارس وأقعد مع المدير وأقعد مع المشغل الماكينة وأقعد مع الفني وأقعد مع المختبر، أنا معهم أنا على طول عندهم، غير شكل ما أقدر أعيش. حتى اللي يقعد على المكتب ما ممكن يعني ممكن. ما أقدر لا، بل الشغلة بعشق صارت ومحبة وطموح ولازم تصلين ولازم تحافظين على هذا الاسم. شو المنتج اللي يعني بعد سلسلة النجاحات، وحكيت بالبداية أكثر من 200 صنف غذائي، شو المنتج اللي لسه بتطمح أنك تقدمه من خلال براند نبيل للمستهلكين؟ أنا كان طموحي نسوي ردي ميل بالوقت الحاضر هذا، الأكلات الجاهزة صارت الست أغلبهم لازم يتوظفوا ويشتغلوا حتى يساعدوا صح أزواجهم بالظروف هاي الصعبة يعني، فكان نريد نوفر وجبات جاهزة بنوعية ممتازة بأسعار مقبولة بحيث توفر عليهم وقت ويظلون مستمرين يعني بالعمل مالتهم لتمشية أمورهم ووفاء بالتزامات البيت المطلوبة. نعم برافو. يعني راح تبسط الستات أكثر وأكثر. هاي الرديمير حقيقة ببالي يعني كثير، وحاب أنه يصير
لأن صار وقته هلا. نعم نعم يعني ومناسب لها النمط الحياة. تشترين كمية كذا وكذا 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 حتكلفك، لأنه تأخذين على حاجتك وتأكلين الكمية اللي تريديها مو تأكلين كثير. هم أن تحافظين يعني على الكلف زائدا على الصحة زائدا على الوقت تستثمري بغير شيء. وجبة بيتية بالضبط. صحية نعم. نوعيات يعني أكيد نوعية ممتازة. إحنا دائما ننتج منه نأكل منه. نعطي حق الناس ونأخذ حقنا والله مبارك. يعني شغلة بسيطة وحلوة 100%. شو أكلتك المفضلة من منتجات أو صنفك المفضل من منتجات نبيل؟ ما أقدر أقول لك لأنه هذول مثل أولادي في محكة نادية، ما كلهم أحبهم، ما أقدر أحكي بواحد. عندي قصة عليها. من منتجات مالتنا هاي النبيل كلها أحبها، كلها تكسر أحبها وأعشقها، وماكو شيء ما أحبه من عنده. قسم المبيعات راد ماركة ثانية يقول لك سوي فايتنج بزنس. يا عمي عليش؟ قال لك لا، أعطينا أكو جماعات تدور غير نوعية وغير رخيصة. هذا سوينا شيء بخص ضمن المقبول يعني. نعم. سميناه تالة. اي انا حاربته. بس بتحب نبيل. ان شاء الله يا رب هالشركه وهالاسم بيكبر اكثر واكثر واكثر. واحنا رح ناخذ اخر فاصل اعلاني، بعد الفاصل رح نرجع لفقره الاسئله السريعه مع المؤسس ورئيس مجلس اداره شركه نبيل للصناعات الغذائيه رجل الاعمال السيد نبيل الرسام. رجعنا لكم لنتابع الجزء الأخير من حلقتنا لليوم من نوستالجيا رجال الأعمال مع رجل الأعمال والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نبيل للصناعات الغذائية السيد نبيل الرسام. وبهالجزء بنسألك أسئلة سريعة بنتعرف فيها أكثر على الجانب الإنساني والعاطفي نوعا ما من حياتك. إذا بدنا هيك نلخص شريط الذكريات بأجمل لحظة شو بتكون؟ أجمل لحظة إلي بوقت الحاضر السلم العالمي، لأنه حقيقة تعبنا من التلفزيونات والراديوات والأشياء تطلع بيها ندور على خبر حلو ما نلقيه. يعني هذه حزب النفس. صحيح. إن شاء الله يا رب يعم السلام بكل الدول العربية وبكل العالم. آمين. ونصير نسمع هيك أخبار أكثر. آمين. رحمة. آمين يا رب. إن شاء الله ما بيكون في لحظات صعبة بحياتك، ولكن أكيد كل إنسان بيمر بي لحظات حزن ولحظات صعبة. أصعب لحظة صدقيني هي خسارة رفيقين الدرب، سواء الوالد والوالدة اللي هم كانوا الأساس. نحن عبارة عن جينا كملنا وراهم يعني، فأثرت بنا كثير حقيقة يعني. الله يرحمهم. هم تعبوا كثير وعملوا كثير. الوالد كان يخطط والوالدة كانت تنفذ وبدت بإيديها، بس إحنا وصلناها بالأخير إلى شغلات أوتوماتيكية وتقعد تتفرج وتفرح بشيء دا تشوفه بغير ما كانت كل شيء بالإيدها تعمله. الله يرحمهم. الله. وأنا قرأت بكتابك الإهداء اللي خصيتهم فيه، كثير حلو أنه أنت ما سميتهم أب وأم بس، أنت سميتهم شركاء. صحيح. النجاح ورفقاء الدرب. هاي الحقيقة. نعم. الحقيقة. الله يخلي لك عائلتك. أنا بعرف أنه أنت أب لي خمس بنات. صحيح. بمناسبة هاي الحلقة شو بتحكي لهم؟ عندي ثلاث بنات وبنتين. ثلاث بنات وبنتين. أخف هيك الواقع 100%. فرح الكبيرة اللي هي كانت تعمل في مجال التسويق في المنتجات المصنع، وهيبة كانت تعمل في مجال الإدارة وتضبيط السيستم الجديد اللي كان ماشي الهسب والآيزو وهيك أشياء. وحلة كانت لازمة كإدارة التصدير، وسارة كان لازم المعارض زائدا بالحسابات، ورولا كانت تدرس في بريطانيا الماستر، وعملت تقريبا سنة ونص شيف بالقضايا الكيكات والنقش الكيك وهيك أشياء. فعدها شهادتين هي. شهادة ماستر بالفاينانس وعدها شيف بالكيكات يعني. نعم. من عالم كلهم التوفيق. أنا الحمد لله أحبهم كثير كلهم، وأعرف أنهم يحبوني وحب أولادهم وحب أزواجهم، ومحبة بيناتنا على طول ماشي هيك. وأنا أشوفهم كلهم محبة، وأحب أنه يستمروا على هالمنوال الأحفاد والأزواج والبنات إن شاء الله. دائما بيب. وأنت ومدام نادية كمان فوق رأسهم جميعا. آمين يا رب. شكرا. حكمة تؤمن فيها بشكل دائم. ما يصح إلا الصحيح، وشطارة زايدة ما تبغى.
الشطارة الزايدة؟ يعني شطارة كثير ما يحتاج، حاجة يأخذها بتعقل أحسن. تعقل، تمام. أنت من الأشخاص مستر نبيل اللي بتحكم قلبك ولا عقلك لما بتاخذ قرارات؟ أنا أحكم عقلي مع شوية مغامرة، لأنه ما فاز بالملذات إلا من كان جسورة. أنت تظلين عقل بوحده يراد شوية مغامرة معاها. أنا مشيت هالشكل بس بحدود، حدود ما الله أعطانا إياه. أقول الله أعطانا، يريد يأخذه خلي يأخذه، فأبدي أسوي بيها بس بحيث ما أدي حدا. يعني لو صار شيء، لأن مغامرة مخاطرة موجودة بأي مكان، تمشين بالشارع عندك مخاطرة، فلا بد تفكرين بشيء. فعقلي أشوف إنه هذه بيها مجال وتمشي الأمور، بس ماكو شيء 100% يعني. فهيك مشت والحمد لله، الله سهلها. مغامرة مدروسة نوعا ما. مدروسة نعم. بس بقدر ما عندي من أسس يعني، بما ما أدي حدا. طبعا 100%. النجاح بالنسبة لإلك هو مزيج من حب وعشق. حب وعشق للمهنة اللي تمتهنيها. قد ايه بتحس نسبة الحظ كانت موجودة بحياة نبيل الرسام؟ لا ما في حظ. أنا ما ضل إشي ما صار معي. أنا أقول يا ربي عليك، وأخذ أسوي تخطيط، تنظيم، رقابة، تدقيق. اليوم إذا في شباب كتير عم بتتابعنا وعم تحضرنا، وبتعرف إنه كيف الشباب خصوصاً بالوطن العربي عم بيشعروا بالإحباط، عم بيحسوا إنه الفرص اللي كانت موجودة زمان بطلت موجودة. شو بتقولهم؟ وأنت رجل عصامي بنيت هالإمبراطورية من الصفر. أقول له فكر شو اللي تريد تسوي، قول يا ربي عليك ونمشي بأول الطريق يوصل أخيره. بالنسبة لك إيش أكتر إشي بيضل يحفزك إنك تستمر وتكبر طموحك وتكبر شركتك أكتر وأكتر؟ محبتي إلى شغلي، محبتي إلى علامتي التجارية، ومحبتي للناس إنه أريد أخدمهم شيء أكثر وأكثر وأكون متميز دائما، وأحب التميز للكل بس أكون لازم أنا الأول. لازم تكون الأول. برافو. حبيت هاي، بتتمنى التميز للكل بس هو الأول. حلوة كتير. يعني اليوم كمان هيك بمناسبة هاي الحلقة وبعد طولة العمر لإلك يا رب، والله يخليك فوق رأس عائلتك وأسرتك، ولكن هذا السؤال أنا بسأله لكل الضيوف. النجاح من بعد نبيل راح يستمر، بيتراجع ولا بيتطور؟ لا راح يتطور، لأنه حقيقة السنين اللي قضيناها والكادر الموجود عندنا، احنا اشتغلنا كلتنا بإيد واحدة ومحبة وبيناتنا يعني، فالكل يكملون، صار عندهم قاعدة يمشوا عليها، وكل صاروا يحبوا علامة نبيل، وكل يحبون يحافظون عليها يعني. فبالعكس رح يتطور، ليش ما يتطور؟ طولة العمر لإلك. أنت البركة. وأنا استمتعت جدا بحوارنا لليوم. حلو كتير إن اليوم لما بنمرق بأي سوبر ماركت أو بأي هايبر ماركت وبنشوف اسم نبيل، إن اليوم سمعنا قصة الموضوع أكتر من مجرد منتجات وأكتر من مجرد أكل زاكي. أنت حكيت لنا اليوم هيك قصة بلد، قصة العراق، وقصة الأردن، قصتك بالأردن، وإحنا مبسوطين جدا أنك لقيت الملاذ الآمن في هذا البلد اللي هو بلدك. أنا أكيد أقدر هذا الشيء وأشكر الدولة الأردنية وسيدنا صاحب الجلالة على تكريمه إلي ومحبتهم لنا، والحمد لله قضينا هاي تقريبا 30 سنة ما شعرنا بأي إزعاج أو أي شيء، جدا كنا مرتاحين وماشي أموراتنا كويسة كثير. فأنا أشكر كثير وأشكر الكادر اللي معاكي، والله يعطيكم الصحة والعافية. كلك ذوق مستر نبيل، إن شاء الله يا رب دائما هيك تجمعنا، وأكيد نتمنى المزيد والمزيد من النجاحات لشركة نبيل للصناعات الغذائية. شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا اليوم بحلقة نوستالجيا رجال الأعمال مع السيد نبيل الرسام، وأكيد أنا بستناكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم عبر شاشة عمان تي في من موسمنا، موسم نوستالجيا رجال الأعمال. ضلوا بألف خير وإلى اللقاء. شكرا جزيلا. يعطيك العافية.